ده آخر خبر عندنا لقناة السويس. النهاردة كان في مؤتمر صحفي حيث أعلنت هيئة قناة السويس أن هناك تفاوض في قضية السفينة إيفر جيفن. إحنا عارفين أنه القضية كلها في القضاء الآن، والسفينة ما زالت محتجزة في منطقة البحيرات لخلاف بينها وبين خلاف بين مالكي الشركة مالكة السفينة وبين هيئة قناة السويس حول قيمة التعويض. معنا على الهاتف القبطان محمد السيد محمد كبير المرشدين بهيئة القناة. مساء الخير يا قبطان محمد. أهلا، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذة نميس. أهلا، تحياتي وتقديري لحضرتك. شكرا فندم. شكرا. وصلنا فين بقى في القضية؟ يعني وصلنا فين في سواء احنا عارفين المحكمة حكمت لصالح القناة، ولكن الوضع ايه دلوقتي في التفاوض؟ تمام، قبل ما نتطرق لموضوع التفاوض احب بس اذكر حضرتك والساده المشاهدين باحداث الست ايام التي قاموا فيها ابطال هيئه قناه السويس بدعم السفينه الجانحه ايفر جيفن بقيادة سيادة الفريق أسامة ربيع ودعم وتشجيع جموع الشعب المصري العريق. تمام. احنا بقى فين دلوقتي في القضية دي؟ يعني احنا طبعا فاكرين التفاصيل، لكن احنا فين بقى في قضية احتجاز السفينة والمفاوضات حوالين قيمة التعويض؟ القضاء المصري حكم باستمرار الحجز على السفينة والشحنة الخاصة بالسفينة، وجاري الآن التفاوض مع الشركة المالكة وتدخل نادي الحماية بالوساطة بين الشركة المالكة وهيئة قناة السويس للوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف. طيب، هل التفاوض ده هيعني ان مثلا ممكن هيئه القناه تتراجع عن الرقم اللي هي كانت طالباه؟ يعني احنا انا عارفه فاكره الفريق اسامه كان قال لنا انه الرقم كان بدا ب 916 وبعدين بعد كده رجع ل 550 مليون. هل القناه مستعده تتراجع عن الرقم ده، تقلل الرقم ده شويه ولا لا؟ هو فعلا بالنسبه لتكلفه انقاذ وتعليم السفينه 550 مليون دولار زي ما سيادة الفريق بلغ حضرتك، بتتضمن تكاليف الوحدات البحريه والكراسات والمعدات الهندسيه التي شاركت في الحفر اسفل السفينه وعد الشيء لاصله بعد مغادره السفينه موقع الجنوح والخسائر التي احدثتها في ضفتي القناه، وكذلك مكافاه الانقاذ التي تنص عليها القوانين الدوليه البحريه. وتقوم الشركه الان بالتفاوض مع الهيئه لتخفيض المبلغ، وكان عرض هيئه قناه السويس بدفع مبلغ 200 مليون دولار نقدي وخطاب ضمان لباقي المبلغ 350 مليون دولار، وسيتم الافراج فورا عن السفينه والشحنه. هم بقى رافضين كمان هذا العرض؟ ما زالت المفاوضات جاريه بتدخل نادي الحمايه البريطاني بالوساطه بين الشركه المالكه وهيئه قناه السويس، وتم تشكيل مجموعه عمل للتفاوض مع نادي الحمايه البريطاني. طيب، البضاعه بقى هل سيتم الافراج عن البضاعه؟ اول البضاعه دي معظمها ايه سياده القبطان؟ سياده القبطان سامعني؟ طيب، واضح ان الخط قطع. اذا معانا سياده القبطان سامعني؟ اتفضلي. البضاعه اللي على السفينه ايه 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 كنهت؟ يعني ايه البضاعه دي عباره عن ايه؟ السفينة عليها 21,000 حاوية، 21,000 حاوية عليها بضائع مختلفة لملاك مختلفين، والبضائع بحالتها جيدة ما فيش فيها أي مشكلة خالص. طيب، هل هيتم مثلا الإفراج عن هذه البضاعة، ولا احنا محتجزين السفينة بالبضاعة لحد ما نصل إلى حل؟ حكم المحكمة المصرية أصدر التحفظ على السفينة والشحنه اللي عليها لحين الوصول الى تسويه ترضي جميع الاطراف. بشكرك شكرا جزيلا قبطان محمد السيد محمد كبير مرشدين بهيئه قناه السويس. اذا ما زالت المفاوضات
مستمرة بين هيئة قناة وسفيرة ايفر جيفن، او ملاك السفيرة ايفر جيفن الخط ايفر جرين، ولسه مختلفين زي ما قال القبطان 200، احنا طالبين 200 مليون كاش والباقي بخطاب ضمان. هم عايزين يقللوا الرقم في مفاوضات داخلة فيها نادي الحماية البريطاني.